رامبون باب الخضره وحي الخضره وكذا في الواحد وبتونس بيك وورده وكذا وانت طول ما شبيك ما عجبتكش حكايه بتونس بيك ما يستناو في الفتره لا يستناو في بعد جا فتره فيك تعاود في نفس النص ده اللي انت تاو بكري انا قاعد تبع فيك عندي جمعتين تقول في نفس الحكايه لنهار فما لنهار فما سيوله في الحركه في باب الخضره الساعه ديما مسكره تعاود في انا شيك تعاود في ورقه لا جوست نحب نوضح لك حاجه سي برهان انت المستمعين نتاعنا اللي احنا عندنا دي روبير معناتها معناتها هذوك هما ديما الاكثرين نحاولوا نركزوا عليهم تو تشوف الخريطه تاع المرور انت وكذا تراقبها قبل ما تكتب الواحد بيان سور مي لما نمشي ناخذها انا عندي بلبلون بلبلون يا ودي نهار كل في التليفون هي تحكي معاه في درشني وتبعت له في الاغنيات وبعدها تلقى فما ورقه حاضره تجي تقولها كيما كي 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 الرجل الالي تك 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 وتمشي على روحك مشكل رجل الالي ساعات يكلمني يقول لي شي ماك فما ضغط نيفو نقول واحد مثلا تو كيما فاست صارت بلبل تحكي ولا بيان سور يكلم الو شي ما فما ضغط لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش هاي تدخل سي مراد اسكت كيف تدخل رشيق لا لا انت ما تعرفش الاي سلك انت مي سي بلبل اها وين سي بلبل في الامن لا لا علاش بيك تفجعت بيك علاه معلوماته صحيحه مالاش ليا وين مش في الامن ومعلوماته صحيحه تي بالك في الانفوترافيك يا يقول بركه سلك الانفوترافيك يقول بركه شيء ما راه في دفع سلك الامن اي بي في الاستعلامات المخابرات في المكتب الثاني في الدوزيام بيرو مسؤول على مراقبه نشاط الاحزاب واسمه كيما القناه الوطنيه هذاك هو راه موجود قريب حذينا مش بعيد عليكم برشا منطقه البحيره ملا هيا بيه هيا بيه معناها راك في الرادارات رد بالك يا سي العوينه بالحا في العوينه ملا تحيه البلبل تحيه للعوينه وتحيه لكل المتزوجين الجدد يلا مازلنا في كونغرس اللوردات انتم تسمعوا في ايميسيون امبوسيبل مع برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو 8:23 دقيقه هذه ميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو حلقه الاربعاء 14 ديسمبر 2022 مازلنا في كونغرس اللوردات الخبر الموالي نرجع للسياسه نرجع للشان الوطني ولو انه الحدث حصل في الولايات المتحده الامريكيه رئيس الجمهوريه تقريبا في اول نشاط تعلن عليه رئيس الجمهوريه زياره مكتبه الكونغرس حيث قضى مدة من الوقت الغديكة للاطلاع على النصوص الدستورية والقانونية التي تهم التنظيم السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وبلغ رئيس الجمهورية قال أنه لما لا بحث إمكانيات التعاون وتبادل الخبرات في كل ما يتعلق بالمنظومات القانونية هذه صور اللي يشوف فينا على مواقع التواصل الاجتماعي على شان يوتيوب FM لزيارة الرئيس لمكتبة كونغرس التعليق مراد زغيتي معناها اكيد انه علميا وقانونيا بالنسبه لرئيس الجمهوريه فرصه لانه مكتبه الكونغرس معروفه فيها نصوص مهمه جدا حول دستور امريكا وكل رمزيا تاكد وتذكرنا انه رئيس الجمهوريه مره استقبل وفد من النواب ومن مساعدي النواب الامريكان اعطاهم درس وقت على الدستور الامريكي وبخصوص بخصوص الدستور نتاعهم رمزيا توا يصب في خانه الصوره اللي اعطيها رئيس الجمهوريه احيانا واللي ما خرجش منها وهي انه هو رجل المكتوب رجل الحبر رجل المدونه وليس رجل 2022 أمريكا بلاد أبل وبلاد بيل جيتس وبلاد تسلا يمكن الرئيس ما يعرفش لي احنا من أكبر مصدري للإنجينيور في العالم مقارنة بعدد سكان يعني حسيت الرئيس مشى في شخصيته كأستاذ قانون دستوري كالعادة القانون أهم شيء بالنسبة أنا أقول لي أقول كان جيت أنا في الفريق الرئاسي وعندي 4-5 سوايع نخدم بالشلم ليزانجينيور ولي دكتوران التوانسه اللي يقراو في هارفرد وفي ام اي تي وفي واشنطن واللي يخدموا في الشركات واللي يخدموا في سيليكون فالي واللي ينتدبوا بهم سيليكون فالي يتصور نجم يكون نشاط هذايا مبرمج في السفاره سفارتنا في واشنطن هنا نستناو لكن هنا نستنى لكن المقارنه نتصور كنت باش تقول كنت نتوقع الرئيس مثلا الاولى يزور
مصانع السيارات في ديترويت، هو في واشنطن جاب، هو في واشنطن جاب، كان نجم يجيبوه، كان نجم يجيبوا له عباد، ومتاكد انه التوانسه الموجودين في امريكا كانوا معناها يعاونوا ومستعدين يقابلوا رئيس الجمهوريه. مكتبه الكونغرس، زياره مكتبه الكونغرس زياد الهاني، والحديث حول امكانيه التعاون بين المكتبه الوطنيه في تونس ومكتبه الكونغرس. شوفوا ساعه كيما قال تو يزلنا في نستناو نشوفوا شنو البرنامج نتاع الزياره دي كلها، خاطر ثم هي زياره مسلسل ستكون القمه المشاركه في القمه الامريكيه الافريقيه، ونشوفوا ثم باش يقع اجتماع بالكفاءات التونسيه الموجوده غادي يبدا في امريكا اللي حثهم انهم كيفاش نجموا في يعاونوا بلادهم ويقفوا معاها. ثم اتفاقات اخرى في البنية علميه تقع، اتفاقات في اقتصاديه او بالاحرى فتح الباب امام اتفاقات ممكنه. ما هي زيارة الدولة ثنائية سيزيات، هذا صحيح، ما تتوقعش معناها ما نرفعوش سقف التوقعات باش كيما يحصلش نقولوا مالا زيارة فارغة، لا راه هي زيارة للمشاركة في قمة باش يحضروها مئات رؤساء الدول. شوف أنا ما نتصورش باش يكون فما اتفاقات ولا حتى حديث، ستكون صور بروتوكولية تقريبا تماما كما كانت زيارة الرئيس محمد مصطفى مرزوقي للمشاركة في المنتظم الأممي وقتها. أنا واعي بطبيعة زيارة رئيس الدولة، نعرف اللي هي ماشي زيارة في ثنائية، لكن أنا نشوف وقت اللي رئيس الدولة يمشي وهي زيارة هامة للمكتب تاع الكونغرس، مثل ما أنه رئيس الدولة يسعى فهمتي باش يوقع في السجل الذهبي نتاع المكتبة نتاع الكونغرس باش يخلي الاسم نتاعو هو بالضبط، ما هوش فهمتي نهار نهارين هو ماشي فهمتي لأمريكا بالضبط، ظهر لي نجم يلقى فهمتي سويعة فهمتي من زمان باش يلتقي بهالكفاءات التونسية ذي ويحكي معاهم في المقر نتاع السفارة التونسية. قلت ما نستبقش الوحدة، إن شاء الله نتمنى أن يكون هذا موجود في برنامج رئيس الدولة، لأنه من المهم أن نستفاد من الزيارة ذي أكثر ما يمكن لخدمة المصالح بتاع البلاد. غفران والله التناقض اللي يعيش فيه سيد رئيس الجمهورية، لا هو فاهم ولا نحن فاهمين، وتو ماشي يحكي على القانون على أساس هو يحترم في القانون في بلاده، ونحن كطلبة القانون وكاللي جوغيست والكل ضرب لنا طرف القانون اللي قريناه وشنو شوية القانون الدستوري اللي قريناه ضرب لنا كالهرمية متاع كلسن، يقول لك الدستور هو أعلى أعلى درجة أعلى قاعدة قانونية، اللي هو في وقت من الأوقات جينا رئيس الجمهورية خرج لنا وقت في التدابير الاستثنائية وقال أي يعني نص دستوري يتعارض مع التدابير الاستثنائية اللي هي تقريبا ما تجي حتى شيء يعني في الهرمية متاع القانون والكل، قررنا ما نمشيوش بها. ولكن أنا نعتبره سيد رئيس الجمهورية حسيتهم شيء فايس شوية الغادي، وحكي لهم حكية الرق يعني باعتبار تونس ألغت الرق قبل أمريكا يعني نحن 46 وهما 65، حب هكا يفايس حسيته كونكوارا نحن توينسا رانا ألغينا الرق تراثنا زادة قانونية ورانا ألغينا الرق قبلكم ونحن كنا سباقين يعني في المجال هذا والكل. دونك هذا هو اللي عندي، هذا هو الكلام اللي عندي. مقول نجيب رئيس الجمهورية رئيس مثقف، لأن مشي المكتبة الوطنية باختياره باش وين يتوجه، ما مشيش الملهى يدور ولا يتفرهد ولا يعمل في الشوبينج، مشي المكتبة الوطنية وفهم مش قاعد يعمل الناس اللي اللوبينج اللي صرفت عليه فلوس ومكتبة الكونغرس الأمريكية، هذه مكتبة الكونغرس الأمريكي، والكونغرس الأمريكي فهم الناس دفعت عليه فلوس باش تعمل لوبينج باش ياخذوا موقف من الخيار السياسي الموجود في تونس ضد الخيار السياسي هذا. اللوبينج ما يجيش بالفلوس برك، يجي لأنه رئيس الجمهورية حب يبين للعالم ولو خاصة للولايات المتحدة الأمريكية وللكونغرس الأمريكي اللي راه الخيارات اللي ماشيين فيها نحن مبني خيارات بإرادة الشعب التونسي، معناتها من غير راهو ينجموا يعملوا اللوبينج ويحبوا يأثروا فيكم في مواقف أخرى، راهو معناتها نحترموا الدستور نحترموا القوانين، والجملة الشهيرة بتاعه اللي قالها قال لا عدل بدون حرية ولا حرية بدون عدل، معناتها نحو مستقبل يحترم فيه العدل والحرية وهذا هو. هو كيفاش يحكي نجم يحكي على احترام القانون وهو مازال مؤخرا ما يعني ما احترمش قرارات المحكمة الإدارية يعني. وين ما احترمهم؟ في حكاية القضاة احترم رجعهم. وضعي استثنائي. وضعي استثنائي. وبهذا الذي كفر. ريت بع. خطر وضعي استثنائي. تبرش بيها كل شيء. لا لا لا. عاد هكا ولينا نلعب. عاد بلهان وفما قانون. وضعي استثنائية. سال ما تعطي الأخبار. FM. أحلى راديو.
38 دقيقة. تعقيب صغير على حكاية زيارة قدامي تدوينة لسي الصادق الرواعي إطار متقاعد مقيم في واشنطن، متقاعد من صندوق النقد الدولي، يكتب نص زادة في على موقع التواصل الاجتماعي الصفحة يقول لك الرئيس علاش وحده هكا اليوم في واشنطن. النص معناها يحكي قال لك راه امكانيات لقاء كما قلتوا انتم الجاليه التونسيه واطاراتها، العباد متعطشه تحب تشوف مؤسسه معناها رموز دولتها من هذا رئيس الدوله. يقول لك امكانيه انه يقابل مديره الصندوق النقد الدولي، واحنا توا في اللحظه مفصليه في علاقه بالقرار بخصوص تونس. الامكانيات هذه احنا ما يسالش نقول لعلها النهار الاولاني متاع الزياره، لعل غدوه ولا بعد غدوه تتم هذه الاشياء اللي ينتظروها. خليني نقول على الاقل هو يتكلم باسم الجاليه التونسيه والاطارات التونسيه المقيمه من واشنطن ونيويورك اللي هي القريبه تقريبا لمقر اقامه رئيس الجمهوريه. برهان انا كنت في الدوحه عملنا برنامج خاص عندنا اجنده من غادي وجبت بعض نجاحات التوانسه الناجحين. ممكن سمعت البرنامج المدير الديريكتور تكنيك نتاع جوجل ميدل ايست افريكا اللي هو بوست سامحوني في الكلمة الشعبية شوي يضرب يسرع تونسي متكون في ألمانيا جاي من ريف بوفيشة انتدبوه الأمريكان. تونسي هذا ينجم يكون حلقة نتاع تجيب بزنس طبعًا كبير طبعًا لتونس طبعًا. وهذا اللوبينج الحقيقي وهذوما فما منهم عشرات مش ما نقولش مئة ان شاء الله بتيتر هذا باش يكون في اجنده نشاط الرئيس اليوم ولا غدوه ولا قبل لا تنتهي الزياره هذه نتاع المشاركه في القمه الافريقيه الامريكيه. كونغرس لورديت متواصل. تصريحات سيد نور الدين طبوبي البارح مره اخرى كانت لافته في مدينه الحمامات اثناء اشرافه على احدى الانشطه النقابيه هناك. طبوبي اول مره يتحدث على خطه كامله يفسر فيها فقدان المواد الغذائيه. يا سيدي هاي فما انت نظريه المؤامره نتاعكم نتاع المحتكرين، فما نظريه اخرى. نور الدين طبوبي يقول فقدان المواد الغذائيه متعمد وتعمل فيه الحكومه بالعاني باش من بعد كي ترجع المواد الغذائيه هذه غاليه خاطر هي باش تغليها بنتيجه سياسات رفع الدعم المواطنين ينساو قصه الغلاء يقولوا هاي الحمد لله هاي رجعت الحليب ورجع السكر رجعت القهوه هات نشريوها باي ثمن. هذا شي يحكي نور الدين طبوبي في وهذا وغيره من الكلام اللي قالوا البارح كلام مهم في ندوة الحمامات. خلنا نسمعوا ليزيكستريك الموجودين. شنو اللي حب اليوم انت ما لقيتش مثال الحليب تلقاه مثال بلفين سيبوزون تلوج باش تشريه حاجه ضروري يدخل في الثقافه في العقليه نتاعك ويدخل معناها فهمني في فهمك معناها تولي حاجه عادي. الماء ما لقيتوش تلقاه بسوم ما تلقاش السكر تلقاه بسوم هذه حاجه ممنهجه ماهيش اعتباطيه يعملوا فيها. انا هك شفت انت ثم تو بروجي كيما ضايع معناها مكتب دراسات اجنبي فرنسي للدرجه هم يحكوا على السياده الوطنيه هم يحكوا على استقلاليه القرار الوطني لكن هاو يضرب المكشوف يلزم الشعارات الجوفاء اجوا الاثنين واجوا للصحيح ما تلقونا كان قوه خير وقوه بناء. الاتحاد منذ تاسيسه مستهدف ولكن نخشى لو ما تلائم في حتى حاجه واللي مش عارف روحه وقت يدخل المسؤوليه في الاتحاد انه مش يكون مستهدف ولكن مش يدافع على خيارات معناها عكس معناها توجهات السلطه راهو غلط في حسابه. احنا معناها فهمني مستعدين لكل المساله دي خياراتنا واضحه. يلا هذه كلام عموما نور الدين طبوبي يقول لك المعركه اليوم الاتحاد معركه وطنيه ما حكاش معركه الحريات يعرفها الكلام هذايا تقريبا ما نجمش يجلب الانتباه عموم الناس عموم الشعب معركه نخب الحريات او هكذا يطول شرحها علاش معركة نخب مش معركة جماهير واسعة. أما المعركة المرة دي يقول لك معركة وطنية اجتماعية وطنية للخيارات على خطر هذه خطة عملها مركز دراسات الفرنساوي. يقول لك هذا مركز دراسات عنده مدة يستهدف فيه سي نور الدين طبوبي اللي يدبر على الحكومة والحكومة قاعدة تنفذ من بين الدباير اللي يحكي فيها نور الدين طبوبي بالوضوح. احنا الرئيس دولة يحكي على الاحتكار وطبوبي قال لك لا هذه دباير المكتب الدراسات اللي تنفذ فيها الحكومة ركح الأمور ما تزودش السوق ركح المواد هذية باش من بعد كي ترجع غالية والعباد تبلع الحربوشة ويبقى رئيس دولة يندد بالحكاية وينسبها للمحتكرين الحكومة تبدأ ساكتة وتعدي فيها الأمور. في رأي نور الدين طبوبي خطة كاملة
دول يعني بالغ نور الدين طبوبي في الموضوع. حسيلو نظرية المؤامرة لقي نجاح كبير. هذه نظرية المؤامرة لقي نجاح في قصر كرتاج ولقي نجاح في البلفيدير في نهج الولايات المتحدة المقر الوقتي للاتحاد العام التونسي للشغل. والشعب التونسي بيان سور معناه بين مناصر ومناهض يضرب راسه على اليمين يلقى نظرية مؤامرة، يضرب راسه على اليسار يلقى نظرية مؤامرة. يظل مش هذا التحليل المنطقي اليوم أنه منظومة الدعم مهترئة، أنه دور الدولة يلزم يعاود دراسته، أنه رانا ما عادش نجم نعيشه في الاقتصاد اللي نتصوروه متاع عام 80 وعام 90. هذه حقيقة مرة يجب الاعتراف بها. وفي ما يخص مكتب دراسات أو مكتب الاستشارات الفرنسي، هي فما عركة خفية نور الدين طبوبي ما عندوش مش غلط فيها 100%. علاش؟ لانه يعتبر وهذا مش غلط، وانه مكتب دراسات تاع الاتحاد العام التونسي للشغل ينجم يكون قوه اقتراح من كيفاش في تونس، وهذا صحيح لانه فيها طاقات متميزه جدا 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 اقترحت عده مشاريع ماشيه حتى ضد الفكر السائد صلب الاتحاد. معناها بالحق يقول مكتب دراسات تاع الاتحاد ما عندوش تابو. معناها مكتب دراسات قدم مقترحات عديده لكل حكومات اللي تعدد باش يقول هيا نخوضوا الملفات نتاع تونسير نتاع وكال تبغ الوقيت وخير على الاصلاح. دونك الاستنجاد بان كابيني كونسي فرنساوي ولا طبعا معناها طبعا معركه سياده وطنيه بالنسبه للاتحاد العام التونسي اللي هو اللي هو معركه دي باسي، لانه لي كابيني كونسي في العالم الكل يستنجدوا بهم الناس ويعطيك اراء لانه فيه اهم المحللين الماليين. ديجا سياسات تونس الاقتصاديه من الستينات سبعينات كلها استنجدت بمكاتب دراسات وبمقترحات كبار رجال الاقتصاد في فرنسا بالصدفه كله. بون في تقديري انه بالنسبه لمساله الشح نتاع المواد الغذائيه سواء تعلق الامر بزيت او بحليب او بسكر او بغيره مبالغ فيه القول انه سياسه برجتها الحكومه. هي يقول نور الدين طبوبي ثم ازمه هيكليه وثم ازمه فلتي حقيقيه. ونحن اذا كان ثم فلتي حاجه على الاقل بالنسبه لي انا نلومها فني على قيس سعيد انه ما مشاش باش يواجه حقيقه الازمه وانما يدز فيها على المحتكرين في التيو كذا. الناس الكل قالوا لك يا سي فلان يا توانسه راهو عندنا مشكله رئيسيه في الاعلاف مثلا. دونك انا كيفاش عندي في سلطه في البلاد هذه نوجه الامكانات نتاع البلاد باش اني انا نستثمر في الفلاحه وفي الاعلاف ونصلح غادي ويلزم التصليح. هذا فني كمثال. اليوم ما عندكش حليب على خاطر حاجتين، ثمك البصله هذيك من ناحيه، لكن ثم من ناحيه اخرى الناس الفلاحه ما عادش خالطين انهم باش نجموا يقوموا بالسعي نتاعهم. اللي عنده خمسه بقرات ما عادش يصرف عليهم الخمسه، واللي يضطر يبيع ثلاثه باش نجم يخلي فهمتي اثنين، وثلاثه كي يتباعوا اشتروا فهمتي يمشي لبلايص اخرى فهمتي يخرج فهمتي من البلاد. دونك ثم ازمات هيكليه حقيقيه. الملاحظه الاولى. المسألة الثانية الاتحاد فيما يتعلق بهذه مكتب الدراسات الفرنسوية أنا أظن أنه الإشكالية ما هوش في الاستنجاد بخبرة أجنبية سواء كانت فرنسوية ولا أفندي أي غيره، وإنما في عدم التشاور مع الشركاء الوطنيين في الاستخلاصات بتاع المكتب فهمتني هذاك. يعني أنا نتصور لو كان الحكومة جات عيطت للاتحاد نحكو مثال في اصلاح المؤسسات اللي الحكومه هاربه بها فني افرص، واكثر من هذايا عندنا مؤسسات باقي ناكد كيما سنيب لابريس المشروع نتاعها فهمتني حاضر فهمتني للاصلاح يطلب كان توقيع ماهوش هنا. دونك نتصور لو كان يعيطوا للاتحاد ويجيو يقعدوا يا خويا هاو مكتب دراسات شو وصلنا، رغم ماناش فاهمين عيطوا ولا ما عيطوش. علاش؟ خاطر البارح نور الدين طبوبي زاده انتقد وبشده مروان العباسي محافظ البنك المركزي كيفاه قال انه الاصلاحات هذه تعملت بالشراكه مع كل المنظمات الوطنيه بما فيهم الاتحاد العام للشغل والاتحاد وموافق عليها ودرا شنو. طبوبي قال لك مستحيل كان جلسنا ومستحيل كان تحاورنا ومستحيل كان حكاوا لنا على شنوين يعملوا او احنا معناها وافقنا او لم نوافق. يعني حتى تو كذا وقال مش معقول انه مسؤولين ساميين في الدوله يحكيوا على حاجه في مش موجوده. دونك الاتحاد لو وقع تشريكه على الاقل فهمتي بالراي فهمتي بكذا ما نظنش انه كان موقفه بنفس الحد. نجيب لم يقع تشريكنا، هذه مؤامره عملتها الحكومه، مكتب دراسات هذه تضحيه بالسياده الوطنيه. يلا الناس اللي تسمع فينا وانتم ما تعرفوا
وقت اللي ماشي الوفد الواشنطن تاع صندوق النقد الدولي الوفد التونسي بل صارت اتفاق بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل. وقت الناس قلنا من جبهة الخلاص وكذا قالوا هاو الاتحاد وافقوا باش يعطونا القرض وكذا تذكره معناتها وقت على شيء قاعدوا يحكيوا على التقص لا مع الزيادات وقتها ايه ما هنا اللبس هنا غياب الشفافيه الاتصاليه لا الاتحاد فهمنا كي اتفقت مع الحكومه والعباد صفقت وقلنا هذه مرحله نتاع اتفاق بين الحكومه والاتحاد الاتحاد تو يقول لك ليه ما حكيناش على الاصلاحات اتفقنا على الزيادات انا باش نبدا نحكي باش نبدا نبني حديثي من كلمسي نور الدين ايوه معناتها الرئيس مش واهم كي يقول لك فما محتكري هاو علاش الرئيس مش واهم كي يقول فما محتكري سي نور الدين الطبوبي اقرب وجود المواد فما سكر وفما حليب وفما زيت وشدتهم الحكومه على المواطني الرئيس يقول فما سكر وفما حليب وفما زيت شادينهم المحتكرين وشادينهم المحتكرين ما هو هذا هو معناتها هنا اللي ما فماش مش صحيح اللي فما نقص مش صحيح هذا حسب كلام الطبوب مش كلامينا هو قال لك راهو الحكومه شاده بالعين باش تزيد في الاسعار لانه فقدان المواد الغذائيه متعمد متعمد نقول له يا سي نور الدين راهو الحكومه هذه جايه من رئيس جمهوريه منتخب زوز مليون و700 عبر عن إرادة التونسيين والتونسيات الحكومة هذه هو الجابة معناتها هو المسؤول عليه والميزة بتاع قيس سعيد هي الصدق والنظافة والشفافية بما مش يلعب في الغميضة مع الاتحاد مش لعب صغار بتاع غميضة لهنا نقولك لهنا ما نقولكش المشكلة وين أبو هنا قبل في الحوارات تلت 10 سنوات والاتحاد شريك في جميع الحكومات من 2011 لتو ديما شريك الاتحاد اقول لك انا ما كنتش كنت عندي لا لكن عنده وزير لا وزراء ومانيش في الحكم محمد الطرابلسي يستأنس بشريك محمد الطرابلسي صار زوز ضربات عمين للتذكير لا عادي هيك ضربات عمين بتاع يوسف الشاهد تذكروا في تالا وقت اللي وقت الناس عديد المواطنين التوانس حبوا يطيحوا حكومه يوسف الشاهد سي نور الدين طبوب مشى لتالا وهدى الاجواء الخمسه بتاع الصباح يقول لك نلعب في دوري الوطني زاد هذاك دوري الوطني نفسه نجيب ما يلزمكش تخلط بين دور وطني الاتحاد يلعب فيه من وقت بورقيبه من وقت الاستعمار الوقت بن علي الوقت كذا وتعتبروا هذيك مشاركه في الحكم الاتحاد العام التونسي للشغل شارك في الحكم في 10 سنين حسب تصوري انا بالوليات معتمد المدير العام فما مدير عام يتعين الاتحاد مش موافق عليه في 3 سوايع تحت تاخر انا عايشين في تونس مش في بلاد اخرى فما مدير عام في تونس في العشرة سنين يجي ضد الاتحاد يبقى مدير عام في جميع الوزارات ما علاش عملوا الاضرابات فما والي ما علاش عملوا الاضرابات اضرابات سياسيه فما والي فما اضرابات سياسيه يعملوا في السياسه يعملوا في السياسه فما والي يجي ضد الاتحاد في العشرة سنين اللي فاتوا ويبقى والي فما معتمد يجي ضد الاتحاد المحلي بتاع الشغل ويبقى معتمد اختم نختم الاتحاد العام 10 سنين كيمشي يفاوض هي المشكله وين بعد ما كان زياده في الاجور لان هي الطبيعيه قبل حتى في وقت عبد السلام جراد الله يرحمه مع بن علي هاني فما برسنتاج تزيد من غير عرك ومعروك يزيد فيها بن علي بطبيعته ووقت الدكتاتوريه تو نفس العمليه المشكله وين ابو ريد في المفاوضات الجديده تلت 10 سنين هذه بعد ما يحكوا خذ هات في المسائل النقابيه العاديه يولا يا خويا اش باش تعطيني المدير العام هذاك لا ما يساعدش المدير العام هذاك لا ويلي صفاقس راه مش متعاون مع الاتحاد ايه معناها انت تقول هذا كله تصعيد سياسي تصعيد سياسي على تصعيد سياسي اليوم ارتأى خال رئيس الجمهوريه اللي هاو خذينا برهان خذينا جايس نوبل بالحوار وصلت خذينا جايس نوبل بالحوار شبينا نقولوا 10 سنين خراب معناتها الحوار مع 3 من الناس في طاولة في دار الضيافة أكهو بدون الشعب ما يشارك فيها عمليا ما عندها وانت أد واضح هذه الفكرة اللي أكيد وصلت وموقفك التقليدي والعادي نجيب تزيري من المسألة الإشهار وبعد نستأنف وقيت الفقرات 48 دقيقة تسمعوا فينا في ميسيون بوسيبل على إيفام أحلى راديو حلقة الأربعاء 14 ديسمبر 2022 والآن حانت الفقرة العجيبة الرهيبة أريج الحمروني بزيها البنفسجي اللي تعرفوا اللي يرفعنا المعنويات كل صباح بارك الله فيك أريج وتمسك بالزي البنفسجي هذا اللي هو اللي يشير العهد البنفسجي
انا باش ناخذ منك 10 ثواني. تفضل سي زياد. طبعا طبعا تاخذ حتى اكثر. لانها جات بهاللون البنفسجي المبهر. نحب نهدي لها اغنيه تعليل الرياح لكن بتصرف. على خاطر هو يقول زهر البنفسج بكاني. انا باش نقول زهر البنفسج انعشني وخلاني نغني طول عمري. الله. ولما هدالي شعوره وفهمت احساسه واموره ولا فهمت شنو الى اخره. المهم نهدي لك الغنيه هذيك. الله الله الله. وان شاء الله يا ربي اريج وغفران زياد الهاني هو اللي يكتب لكم صداقكم في بلدي كرتاج. والله هذه امنيتي. نحب جوست نقول حاجه بربي سي زياد لنصير الشباب ما يخلي ما يقول لنا وديما يطلع لنا المورال وديما كلمه محلي عكس مراد صغير عنده فو بروفيل باسم زيادوس يسب فيه في عباد ربي وكذا ونعرفوه الحكايه هذه. والله كان فما يمكن حاجه تخليني نعرس في يوم ما بجوست باش يكتب لي صداقك. انا جوست ملاحظه ما دام انت جبدت على مراد انا ليكم انتم ولزملائنا فهمت الشباب نقول لك بالعكس نقول لكم محظوظين لانه يعني عندكم زميل في خبرة وكفاءة مراد وفرصه انكم باش تستفادوا منه. كما كيما يطيح لهمش المعنويات بركه. اي خلينا نسمعوا ريش. خلينا نسمعوا ريش. ما صبحتش انا قلت نقول ساعة صباحي اي لبس البنفسجي هو لوني المفضل وزدت لبسته خاطره يفرح برهان. خلينا نحكي. حضر لي زهر البنفسج غديك حضر لي. ونحب نقول لسي زيد ما تصورش قداش في بلاصتها الغنيه اليوم بالذات. ميرسي بوكو. حتى كان ما يظهرش عليا رب الحق يفرح على الاخر اهتمامك وانك ديما تهدي لي غناء قوي 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 قوي. خلي شيخ وشيخ قوي قول يا زمان ارجع يا زمان زهر البنفسج. انك نجيب تغني لي زهر البنفسج بصوتك العذب. ما نغنيش البنفسج. زهر الاحمر. زهر الاحمر. زهر الاصفر. زهر مراد الزغيدي. زهر مراد الزغيدي. غني له ياخذوا ذي القرعون. ياخذوا ذي القرعون. يلا سيدي ياخذوا ذي التفاح. البريفود لنفو مع ريش الحمروني. صباح الخير من جديد. الحقيقة حادثة إليمة بديت ودارت ياسر على الغيزو سوسيو البارح من ستاتيو كان هبطوا الفنان كريم الغربي يحكي فيه على فقدين أو خطف لطفل صغير. أيوة مشي يفطر في دار مميته ولكن للأسف ما رجعش. وهما ربطوا الفيديوهات متاع الكاميرا اللي شافوها بأنه شافوه برفقة صاحب سوابق شخص هذية. نحن الحقيقة ما نمشي نخوضوا نحن في التفاصيل باش ناخذوا جديد فما أخبار ولي وشنو اللي صار بالضبط من عند والدة الطفل سيدة هاجر معنا في التليفون. ألو صباح الخير مدام هاجر. ألو صباح الخير. مرحبا بيك وإن شاء الله معي. باللطف إن شاء الله ناخذوا تفاصيل فيسع فيسع وجديد على ولدك. لو كنت تحكي لنا شنو اللي صار بالضبط. أي أنا ولدي مشي لدار مميته وكان مدوه ما في تأثير ونص قالوا باش تروح. قالوا هو مميته قالوا خلي يفطر شويه معناتها ولا راح ما فيش. وسبعة بالضبط هو خرج من عندها وعرضه ولد عمه قالوا وين ماشي برا قالوا راني مروح. اكهو من ما فيش وسبعة تدخل نجاج. انا قلت لي يمكن قعد شويه بحدا مميته تيمشي تيجي تدرجني الخمسه ودرجين بعد ما حس بعد ما صليت المغرب قلت لي يمكن سيب انا ولدي ما يقعدش معناتها في الظلام هكا فاكيد فما حاجه. تكلمت مميته قصيره وخرج منها يمكن من مرات ثلاثه واربعه معناتها جاء هو كيعرض في الدروج ولد عمه ما ثلاثة وسبعة بالضبط. قلت لي ليه هو خرج معناتها على بكري ما نكذبش عليك انا هبلت خاطر انا نعرفهم ولادي لا يقعدوا مقهى في الشارع لا حتى شيء. مشيت على امي على سيدي على الدنيا الكل ما فماش مع تسعة ونص ما نكذبش عليك انا خرجت نفركس فين البلدية خاطر الديستانس ما بين داري انا ودار مماتهم يمكن نص ساعة حتى كان مشي بتمرخية سبعة دراج ساعة غير أربعة هكا نقولوا. في الشارع تسعة ونص تعليم نفركس انا وقت جاني واحد عرضني ما نعرفش حتى منين خرج لي يعمل لي شبيك شبيك اختي شبيك قلت له انا رامي ولدي رامي نفركس على ولدي يعمل لي هو يقعد لهنا في البلاصة هذيا قلت له انا ولدي عاقل ما يقعدش في البلايص هذي ما معناتها ما عندوش علاش قلت له خلي قلت له انا ولدي هكا ابيض قلت له انا كم لي قال لي ولدك ابيض وشعره هكا معمول ووجهه عافيه شويه على الطفله قلت له مش نبص على ولدي خلي لي معناتها شباب وقمنا ولدك هكايا مزيان معناتها راهو عرضني سبعة ونص نتاع الليل فينا دار نتاع ترانس اللي ست كنيك. انا قلت له ست كنيك شو يعني سبعة ونص نتاع الليل؟ خلي لي كي كاتني خاص
مشي يبدل الكيم ركب مع راجل عزوز تاع معاه في الترام تاعو نتاع تونس. ايه مشي معاه لو فركت معايا من يدي نهز ديال الغابه تحب نهز ديال الغابه فركت على ولدك قلت له وين هيا من ما تنمو بعض عملية ما هم ماشي راه الدنيا زين تو وين بشترى قال لي لا ما انا مش لازم هيا نهزك القهوه يقول لي ودينا ودي لا يقعد في قهوه ولا يقعد في حتى بلاصه حتى لا تبدي ناس لا شيء ودي ما يخرجش من الدار يا ودي ما عادش تقص القهوه قال لي لا قال لي راجلي في تليفوني برا امشي يا بنت نخبر وانا هاني من شيتي من غاديك هاي قريب هاي نهزك معايا للمركز صدقني هو ما نعرفش حتى اين كاين ذاك اللحظه هذيك مانيش بنت المنطقه هذيك ما نعرفش على روحي حتى مين هزني للمركز كي مشى ما قال لهم مش بي انا شفت الطفل مشى انا طلعت باش نعطي للبحث وهو خرج كي خرجت الباكس يا ولدي وين مشى الراجل باش يعاوني على ولدي ما لقيتوش من غدوه الصباح يعرضني يعني بركس عليه من 17 الصباح ولا قال لي انا ولد البلاصات كي جيت نفتش فيه عرضني ال 10 ونص نتاع الصباح بعد ما روحت المكتب عملت العريضه قلت له امون عايش فين مش انت عرضني البارح فركت فيا مع فركت على ولدي قال لي ليه سامحني انت غلطه وظهرك داخله بعضك والله العظيم مدام سامحني بربي مدام قداه ولدك قداه عمره بربي ولدي عمره 14 سنه 14 سنه اعطينا الوضعيه الحاليه اليوم توا مع التسع غدرجين لقيتوه ولا مازال شنو فماشي اخبار فماشي حاجه حتى شيء الطفل هذاك ما فماش ريحته انا نقول لك معناتها هو هزني وهزني للمركز وعائلة باش يعاونني من الغدوه ما حبش يعاونني حب روحك انه مش موجود شنو هي مدام بالضبط يعني باش نشكي لقاه عامل براكاج ومعدي على عامل تحويل وجهه للطفل امبارح نصيت نتاع العشيه هذا السيد اللي عرضته البارح وحاول يوجهك ويقول لك ولده شنو التدوينه نتاع صديقنا كريم بربي حكاها على اساس كاميراوات ما نعرفش شكون اللي طلعهم الامن كاميراوات هزني انا وهز ولدي الكبير معايا وعلى اساس باش يهزني ويزور بيا شيره الغابه خاطر هو قال لي ولدي في 6 سنين والشخص هذاك اللي صديقنا كريم حط تصويرته هذاك اللي باللحيه هذاك هو هذاك الطفل هذاك الطفل هذاك على اساس باش يعاونني على ولدي باش يقول لي راه قال لي مشي مع راجل كبير لتونس اي ادليتشي بالمعلومات للامن على الاقل يسمعوا الامن قالت انا كي قلت لهم على اساس قلت لهم جيبوهولي باش يوصل لي الراجل اللي مشى كي انا داخله هو مشى ديجا كانوا البنات جايين يشكيوا بيه عمل لهم براكاج وواحد عمل لها تحويل وجهها في الجبل والطفله كي تعمل له ليه انا خايفه ما ندخلش يعني لها ليه ما غير ما تخاف ما فهمش كل شيء ونترك الداخل وهي تسمع قد تسمع في حسنة في وسط الجبل صدقني الجبل الداري دراج والروسيه الكل سلاوه والحاكم ما حبش يخرج معنا باللي مش كيما ضونا نحن كيما باش يكون ضو الحاكم ما فماش ريح معناها توا حتى لتوا ولدك معناها غايب ليلته الاولى البارح ها لتوا من نهار الاثنين ولدي من نهار الاثنين لتوا غايب ولا فما حتى خبر حتى خبر انا الطفل هذاك يهزي فرقت معايا نهار الاثنين على اساس صار الحكايه من نهار الاثنين من نهار الاثنين معناها انت مدام اللي فهمته انه الخيط اللي على الاقل عطيك امل باش تعرف معلومات على ولدك هو السيد هذايا بخلاف انه شكوكك موجهه لي هو انه فما امكانيه ان يكون هو اللي خطف انا على اساس باش يعاونني انا على اساس باش يعاونني وباش يقول لي شكون معناتها شكون الراجل اللي هز لي ولدي الكبير بحث انا كيف المركز وهما جاو يشكيو انا تزدمش انا ريتي دارنا فكره الدنيا ما نكذبش عليك قامت الدنيا وقعدت في راسي إيه الله غزر البارح مانيش نطبق بربي يا مدام سامحني انت القضيه التعهد في حدود مركز شرطه بتاع رادس ولا جاتك مكافحه الاجرام بتاع الجرجاني جاتك شي فرق اخرى؟ جات نتاع نورمالمون اللي جات هذيك البارح نتاع الجرجاني انا ريت وقت اللي قال لي هو ولد بوليس تكنيك انا هبطت لتونس العشرة ونص نتاع الليل نهار الاثنين مشيت خبرت عليه في تونس وين برشلونه بالضبط خبرت خاطر هو كذب علي قال لي ولدك خبرت باهي ان شاء الله يا مدام تسمع اخبار نعرفها الوضعيه صعيبه تسمع اخبار عليه ندائك الاخير ها عندك انت الواحد ندائك احنا باش نضموا صوتنا ليك راه وزاره الداخليه تسمع فينا ان شاء الله احنا متاكدين عندنا اجهزتنا الامنيه بالكفاءه اللي تعهدت بالقضايا هذه ان شاء الله اي ان شاء الله نقاوه ريتني انا ما يهمنيش فيه الراجل انا جيت لولدي سلمت ما يهمني والله لا يهمني فيه ولا اصلا نحسب روحي كاني ما تعديتش علي الحكايه هذيا وكاني ماشي بالضبط احنا الاهم توا نشوفوا ولدنا وينه توا انا قلت لك انا ما يهمنيش فيه هو اعطيني ولدي يكون لاباس انا ما نكذبش عليك انا كيقول راهو معناتها عنده نهارين والطفله قالت فما حس في جبل راه انت كي تسمع الطفل عمره 14 سنه مشدود في جبل راهي ماهيش حاجه سهله انا طفل نتمنى ولدي يكون في اي بلاصه ولا يكون في جبل ان شاء الله لا ان شاء الله لا يا ربي ان شاء الله لا ان شاء الله لا يخرج
هو حتى كان ولدي باش يخرج من الحكايه هذه ونفس انا ديما صار له حتى شيء انا معناتها باش تعدى على ولدي حاجه ثانيه لكن هكاك حتى من بعد كي باش يخرج ان شاء الله يرجع ان شاء الله يرجع ما نجموش يجيو جيولوكاليزاسيون تاع وجيولوكاليزاسيون تاع تليفون وما نجحتش اذا كان مسكر التليفون بون الامن ينجم يتصرف المواضيع هذه يعرفوا اكثر منا الحكايه هذه انا عيطت البارح العشره تاع عيير قال لي شوف ان احنا كي تحل هكا شويه كي شوف تليفون تحل في سوسة قالوا لك الأمن أنه التليفون تحل في سوسة سامحني مدام قبل أول مرة يغيب ولدنا ما ما حصلوش قبل أنه مشى مع أصحابه وأنه كذا أنا قلت ما عندوش صحاب يمشي كان هو ولدي لا وعلي عرفت كان يزعم عامل يجي روحهم بالضبط فيها مع أم مات وقال هك رجعت الوالدين ويقرأ هو أكيد يقرأ غادي في رادس يقرا في رادس مزيان كي لانها نمت وقالها خذ الجين بيت بحديك مامي هكا انت رجعت لي في انت مجين بيت بحديك باش نكون انت عندك اوكي قلوبنا معاك مدام ان شاء الله يا ربي تسمع اخبارها وصوتك وصل والاكيد الاجهزه الامنيه باش تاخذ الامور بالجديه اللازمه وان شاء الله تسمع اخبار به ان شاء الله يكون بخير مدام وتسمع لي اخبار في اقرب وقت نقعد ان شاء الله على اتصال في اي جديد يجيك وان شاء الله ربي يصبركم ويرجع لكم لاباس شكرا لك الوقت صعب الوقت صعب وقد ما تعس وقد ما تعمل وقد ما توصل وتجيب هكا هو هذا الحاجه الوحيده دعوه الرب يا ربي يحمي اولادنا واحمي الناس واحمي ربي قدر الخير وربي قدر الخير في هالبلاد هذيا يلا شيما ميتيو الاخبار وبعد نرجع لميسيون امبوسيبل بعد شويه مكملين في ايميسيون امبوسيبل مع برهان بسيز